الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية، وعنوان الدرس الإنسان والأرض. هل هناك علاقة بين الإنسان والأرض؟ بداية يجب أن نعرف أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وامتن عليه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. من هذه النعم الأرض التي نعيش عليها، فما علاقة الإنسان بالأرض وما عليها؟ يجب على الجميع أن يعرف أننا لا نعيش على هذا الكون أو على هذه الأرض حولنا وحدنا، ولكن هناك مخلوقات أخرى كثيرة يسيرها الله تبارك وتعالى بنظام بديع وتدبير محكم، مما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وحكمته. هذه المخلوقات تمثل كل مجموعة منها أمة، إما من الحيوانات أو الحشرات أو الزواحف أو الطيور، وكل أمة أو جماعة لها خصائص تميزها عن غيرها، كما أن لها طريقة في التعامل خاصة بها. جعل الله الأرض تجذب إليها كل ما فوقها بقوة الجاذبية الأرضية، ولولا ذلك ما استقر شيء من هذه الكائنات على الأرض. يعني لو ما فيش الجاذبية يبقى هتلاقي كل حاجة كده زي ما بيحصل على سطح القمر كده، ايه كل حاجة ايه بتطير، لا استقرت حيوانات ولا الإنسان ولا أي حاجة خالص. ولكن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا جعل الله تبارك وتعالى الجبال ثوابت رواسي حتى لا تضطرب الأرض تهتز أو تميد. ومن بديع صنع الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الجبال مسالك وطرق واسعة ليهتدي بها الإنسان في المقاصد، في السفر، في التنقل من مكان لآخر. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى، قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا، أي طرقا سبلا لعلهم يهتدون. يعني الطرق، الفجاج السبل يعني الطرق. طيب، يبقى إذا نزل إلى الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وما يعيش فوقها من إنسان وحيوان ونبات، وإذا نظرنا إلى السماء وما فيها من شمس وكواكب ونجوم وغير ذلك، لوجدنا أن كل ذلك يسبح لله تبارك وتعالى. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني كل واحد ليه اللغة بتاعته في التسبيح لله تبارك وتعالى، وفي أنه يسبح لله تبارك وتعالى. كل حبة رمل وكل حصى على الأرض، كل ورقة شجر، كل زهرة، كل نبتة، كل زاحفة، كل حيوان، كل إنسان، كل دبة، كل سابحة في الماء وفي الهواء والسماء وكواكبه، كله يسبحون بحمد الله ويتوجهون إليه. فما من شيء في هذا الكون أو الوجود إلا وينطق بعظمة الله ويشهد على وحدانية الله تبارك وتعالى. وقد سخر الله تبارك وتعالى كل شيء في هذا الكون لخدمة الإنسان، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وخلق الله كل شيء لخدمة الإنسان، وخلق الإنسان ليكون خليفة للأرض. تعالى نرجع لقصة سيدنا آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى. الملائكة قالت لربنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله الإنسان وجعله من لدن آدم خليفته في الأرض، يعبده في أرضه وفق المنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى. طب يجب على الإنسان نحو البيئة أو الأرض أو الكون اللي يعيش فيه إيه؟ يجب علينا عدم إساءة التعامل مع الأرض، وخاصة الأراضي الزراعية. لا نسيء التعامل بأن احنا نجرف الأراضي الزراعية بإقامة المصانع عليها، نتخلص من مخلفات المصانع في النيل والترع مما يؤدي إلى فقد النبات والحيوان ويزيد من التلوث في البيئة. أيضا الله تبارك وتعالى جعل في الأرض كنوز وخيرات، فلا نسرف في استخدام هذه الخيرات ولا نهدرها حتى يتمكن الأجيال ناخذ منها بقسط معين أو بنظام معين. أيضا ما نراه من تجريف، قلنا الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى نقص الرقعة الزراعية المزروعة، إلى نقص المحاصيل، ظاهرة قطع الجائر للأشجار بالنسبة للغابات يؤدي إلى الزحف العمراني، حيث تتأول الأرض الزراعية إلى صحراء بعد أن كانت أشجار مورقة.
أيضا نهتم بالبيئة التي نعيش فيها، نفتح النوافذ بالنسبة للبيت أو المكان الذي نعيش فيه. عندي أيضا لا نلقي الفضلات أو القاذورات في الطريق ولا في الأنهار أو الترع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإحنا بنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نفذ وصاياه، قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. يعني إيه البراز؟ اللي هو إيه؟ الحمام. لا، الإنسان لا يتبرز أو يعمل حمام أو المخلفات، الحمامات أو الأنهار أو أي شيء ينفس يعملوش في الماء، في المجاري الماء اللي بيشرب منها الناس أو يشرب منها الحيوانات أو غير ذلك. وأيضا ما يعملش حمام أو يفسد بفعلته هذه في الطريق، حتى لا يتأذى منها أحد. وأيضا في الظل، المكان اللي هو تحت الشجرة ممكن يكون واحد تعبان بيستريح فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ايضا يجب علينا ان نتعامل مع البيئه برفق، حيث ننتفع فيها وما فيها من خيرات، وان نحافظ عليها من التلوث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدره في فلات، يعني شجره في فلا يعني صحراء، يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق، صوب الله راسه في النار. وقلنا سدره يعني شجره النبق، فلاه يعني صحراء، عبثا يعني دون حكمه او سبب، صوب وجهه. طب لو احنا حفظنا الانسان اذا احسن التعامل مع البيئه وحافظ على البيئه واكتشف قوانين الله تبارك وتعالى في الارض، عاد بالنفع على الانسانيه كلها، واذا اساء التعامل قد ظلم نفسه وظلم مجتمعه ظلما كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. بهيمه يعني حيوان، وصدقة يعني أجر وثواب، يعني الزرع اللي بتزرعه ويأكل منه الإنسان أو الحيوان أو الشجر اللي بتغرسه أو أي حاجة أو الطير، فلك بذلك أجر وثواب من الله تبارك وتعالى. لذلك تهتم الدولة بغرس الأشجار في الطرق والترع والمصارف في كل مكان. أيضا تتبع الدولة الأساليب الحديثة في الزراعة والري، حتى تجود الأرض الزراعية وتعطي الثمار، وخاصة إن العالم بيواجه مشكلة اللي هي الزيادة السكانية مع ضيق أو قلة أو يعني تقلص رقعة الأراضي الزراعية. أيضا اهتمت بغزو الصحراء وإنشاء المدن الجديدة وتعمير الصحراء وغير ذلك. أخيرا يجب علينا ترشيد الاستهلاك، عدم الإسراف، عدم الإسراف، وده ينطبق على الجميع. ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المعام، يعني مثلا ما نتركش المصابيح الكهربائية مضاءة ليل ونهار، ما نتركش الصنابير المياه عن الحنفيات المياه مفتوحة دون فائدة، ولا نشتري خبزا أكثر مما نحتاج، يعني الحاجة اللي محتاجها تشتريها أو الأكل اللي أنت يكفيك تتناول ولا تسرف، لأن رب العزة تبارك وتعالى نهى عن الإسراف في كل شيء. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا أهو واشربوا ولا تسرفوا، يعني أمرك بالأكل والشرب، ولكن عدم الإسراف وعدم إلقاء الطعام وعدم الإسراف في كل شيء. طيب أخيرا وجبنا نحو المرافق العامة، المحافظة على المرافق العامة. المرافق العامة اللي هي يعتبر ملك للجميع، يعني لو أنا قرأت كتاب في مكتبة عامة يجب علي المحافظة عليه وعدم تخريب الكتاب. والمرافق العامة أيضا زي المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة وغير ذلك من وسائل أو المرافق العامة، وسائل المواصلات العامة والمستشفيات وغير ذلك، يجب عليك أن تحافظ عليها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ويدخل فيها المكتبات العامة يستفيد منها الكبار والصغار والحدائق العامة. وكل هذه المرافق يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نتركها جميلة منظمة، ونعمل على حمايتها وألا نفسد فيها ونخربها. وأخيرا كل إنسان يقوم بعمل خير يجازيه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، يعني حتى الأكل إن أنت تتقوى، حتى المحافظة على كل شيء، أساس بيتك، سيارتك، نظافة ملابسك، كل ده تأخذ به أجر وثواب من الله تبارك وتعالى. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.